بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طريقة للتخلص نهائيا وللأبد من الشعر الزائد بالوجه وكامل الجسم. وصفة من بودرة سحرية رهيبة تحتفظي بها وتعمليها بعد نزع الشعر مباشرة. الطريقة مجربة وناجحة 100%، ولكن مع الاستمرار. مكوناتها عبارة عن: المكون الرئيسي والرهيب هو الترمس المر. الترمس المر، يجب أن يكون الترمس المر لأنه يوجد نوعين من الترمس. هناك الترمس المر للتخلص من الشعر الزائد، وهناك الترمس الحلو لتكثيف الشعر. حذاري، يجب الحصول على الترمس المر، وهو متوفر عند كل العطارين باسم الترمس المر. يجب أن تأخذي الترمس المر، طعمه مر كذلك. ونحتاج لبودرة الحمص. حمص يكون مطحون بشكل ناعم، نحن يباع عندنا جاهز حمص. بودرة الحمص الناعمة، ونحتاج كذلك لبودرة العرق السوس. هذا هو العرق السوس، أعواد العرق السوس، ولكن نحتاج البودرة في هذه الوصفة. أولا نأخذ كوب ماء مغلي. يجب أن يكون الماء مغلي جيدا. اغلي كوب ماء جيدا حوالي 5 دقائق، ونضع عليه 4 ملاعق شاي، 4 ملاعق شاي من الترمس المر المطحون على شكل بودرة، ونضع 2 ملعقة شاي من الحمص المطحون على شكل بودرة، و2 ملعقة شاي من العرق السوس، العرق السوس على شكل بودرة. يعني الترمس المر مقداره يكون الضعف. توضع كل المقادير قلت في كوب الماء المغلي، وتترك لكي تنقع ليلة كاملة في الثلاجة. تنقع ليلة كاملة في الثلاجة بهذا الشكل. وبعدها نصفي. بعد نزع الشعر من الجذور، الطريقة اللي تناسبك انتي بنزع الشعر من الجذور، استخدمي هذا السائل بقطنة على الأماكن التي نزعتي منها الشعر، قلت الوجه وكل الجسم. هذه الوصفة صالحة لكل الجسم، الوجه كل الجسم. استخدمي هذه الوصفة بعد نزع الشعر بواسطة قطنة. الأفضل إنك تستخدمي قطنة لمسح هذا السائل على الأماكن اللي نزعتي منها الشعر، أفضل من البخاخ، وذلك من أجل الحفاظ على نظافة الملابس. يكون القطن الطبي أفضل. امسحي هذا السائل 3 مرات في اليوم بعد نزع الشعر مباشرة. مباشرة بعد نزع الشعر استخدمي هذه الوصفة. بالنسبة للي يظهر عندهم حبوب بعد نزع الشعر، رايحة أضع لكم وصفة رائعة لتجنب هذه المشكلة. قلت يوضع 3 مرات باليوم لمدة 10 أيام متواصلة بعد نزع الشعر. 3 مرات باليوم لمدة 10 أيام متواصلة، وكرري هذه العملية عند نزع الشعر. في كل مرة تنزعي فيها الشعر كرري هذه العملية تدريجيا، رايح يخف الشعر عندك، ومع الاستمرار رايحة تتخلصي منه نهائيا وللأبد. ولكن يجب الاستمرار،
واتباع الطريقة التي ذكرتها الآن. بالنسبة للحمص وعرق السوس في هذه الوصفة يعملان على تفتيح المناطق تفتيح رائع جدا، ورايحين تلاحظوا النتيجة مع استخدام هذه الوصفة. بالأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمي على الاستمرار وإعطاء كل ما هو جديد ومفيد. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.